القبر تخاف من الموت؟ أنا لا ما أخاف من الموت بصراحة. يعني يعني هذا هو هذني مساكن الأحبة الإعزاز، يعني اللي نفقده يذهب ويغادرنا إلى هذا المكان ونتمنى وراها إلى عليين. فديوم بمقبرة النجفاني فمثل التهت بالليل، هاي حقيقة. فوصلت للفندق اللي قاعدين بيه قالوا شنو انت؟ قلت لهم والله تهت مقبرة النجف، مقبرة السلام. قالوا ما خفت؟ قلت لهم ما اريد اقسم بس حسيت بطمأنينة غريبة، حسيت بسلام مو طبيعي. يعني هو هسه نقول هنيان اللي يروح هناك وتارك اثر طيب ومرتاح. صح هنيان. لا هو الحي اللي يأذي الميت ما يأذي. هو هذا مو هذا اللي تقصده.